ككل مرة أنا سعيد بلقاء أخي عبد الله باتيلي، ممثل خاص الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا ورئيس بعثة المينول. ككل مرة اللقاءات هي لقاءات جد إيجابية، جد بناءة وجد مثمرة. ككل مرة كان نجد دائماً لأخي عبد الله باتيلي بأن تعليمات جلالة الملك محمد السادس واضحة في دعم كل الجهود اللي كتقوم بها الأمم المتحدة واللي كيقوم بها هو شخصيا لإخراج ليبيا من هذه الأزمة المؤسساتية اللي كتعاني منها منذ سنوات. جدت لي السيد باتيلي دعم المغرب ومواكبة المغرب لكل مجهوداته من منطلق المقاربة اللي هي مقاربة هادئة، مقاربة ديال الثقة، ومقاربة ديال مساعدة الليبيين نفسهم على أنهم يوجدوا حل لمشاكلهم. ولعل المصداقية والثقة اللي عند سي باتيلي عند كل الفرقاء الليبيين لخير دليل على أن نهج الإنصات اللي كيقوم به، النهج ديال تقريب وجهات النظر، والنهج ديال الاشتغال في أفق انتخابات رئاسية وتشريعية لتحل المشكل المؤسساتي في ليبيا هي المقاربة الأنسب والمقاربة الأفضل. بحال اللي قال سي باتيلي، اليوم كاين تحديات كتواجهها العالم، تحديات كتواجهها المنطقة، وتحديات كتواجهها ليبيا. كيفاش يمكننا نشوفوا فرص في هذه التحديات هذه كلها؟ كيفاش يمكن نشوفوا فرص باش أن الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم في ليبيا يستغلوا هذه المساحة الموجودة وينخرطوا في مسلسل تحت قيادة الأمم المتحدة والسيد باتيلي للوصول إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قريبا. المغرب كيعتبر وكان دائما كيعتبر بأن الانتخابات هو الحل للأزمة في ليبيا، وبأن هذه الانتخابات يجب هي ماشي هدف في حد ذاته، وهي ماشي انتخابات فقط لإجراء انتخابات. هذه الانتخابات خصها تكون منطلق لمرحلة جديدة في ليبيا، مرحلة الاستقرار، مرحلة الشرعية، ومرحلة ديال التجاوب مع متطلبات الشعب الليبي. لهذا خصها تحضير، ولهذا كيخصها حسنية من كل فاعلين، ولهذا كيخصها توافقات سياسية. اليوم كاين الأرضية القانونية، الاجتماعات اللي كانت في بوزنيقة مكنات بأن اليوم كاين قوانين انتخابية اللي كانت ناقصة لما تم الإعلان على إجراء انتخابات في 24 دجنبر 2021. اليوم كاين أرضية، وهذه الأرضية هذه هي أحسن، حتى لما كانتش مثالية هي أحسن ما يمكن اليوم توصل إليه لإجراء انتخابات. وهذا واحد المكسب كبير اللي خصنا نأكدوا عليه، واللي جاء بفضل المجهود اللي قامت به البعثة الأمم المتحدة، المجهود اللي قام به سي باتيلي، المجهود اللي قاموا به بالأساس الليبيين في اجتماعات 6+6. المغرب ككل مرة كان محتضر، كيعطي المساحة، كيعطي الكلمة الطيبة، وكيعطي تقريب وجهة النظر، ولكن دائما معمرو ما كيتدخلش. القرارات هي قرارات ليبيا، والنقاشات هي نقاشات ليبيا، والمخرجات هي مخرجات كيتملكوها الليبيين بالدرجة الأولى. المغرب اللي احتضن الاجتماعات التي أفرزت اتفاقات الصخيرات مع الأمم المتحدة في 2015، المغرب اللي احتضن الاجتماعات حول المؤسسات الدستورية مع الأمم المتحدة، والمغرب اللي ساهم
في خلق الجو لإقرار القوانين الانتخابية بتنسيق مع الأمم المتحدة، هو كذلك اليوم مستعد باش أنه يواكب الدينامية اللي باغي يخلق السيد باتيلي لتكملة هذه الأرضية القانونية اللي موجودة بتوافقات سياسية مؤسساتية اللي غتخلينا ندخلوا في مرحلة تنفيذ التوافقات والوصول إلى انتخابات. بطبيعة الحال المغرب كان دائما كيأكد على أن ما غيجيش الحل لليبيا من الخارج، الحل لليبيا غيكون من الليبيين أنفسهم، وبالتالي انطلاقا من النهج اللي مشى فيه المغرب بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، كاين واحد المصداقية عند المغرب لدى الفرقاء الليبيين، وكاين واحد التعامل البناء اللي عند المغرب مع كل الفرقاء الليبيين. هاد المصداقية وهاد العلاقات اللي عند المغرب هي اللي اليوم كيوضعها كذلك مع الممثل الخاص للأمين العام باش أننا نتقدموا في المسار السياسي بليبيا. نتمناو بأننا هاد الأفكار تترجم إلى مبادرات، والمبادرات إلى توافقات، والتوافقات إلى حلول، والحلول إلى إجراء انتخابات في ليبيا. يمكن لك دائما تعتمد علينا، تعتمد على المملكة المغربية السيد الممثل الخاص باتيلي كشريك وكمواكب لكل المجهودات اللي كتقوم بها. المغرب غيكون دائما بهدفين اللي عنده، الهدف الأول هو أن الحل يكون في ليبيا من الليبيين اللي يجلب لهم الاستقرار ويجلب لهم أنهم يتفادوا كل المخاطر اللي كاينة، والهدف الثاني أن هذا الحل اللي كيجي من عند الليبيين إذا كان تحت مظلة أممية فهذا كيعطيه شرعية دولية، وهذا كيعطي المجتمع الدولي يخليه يدعم هذه الحلول اللي يمكن تجي من الليبيين أنفسهم. فالمغرب غيبقى دائما متشبث بهذه الجوج المبادئ، الحل الليبي والمظلة أممية كأساس لتحركاته المستقبلية. مرة أخرى شكرا على هذه الزيارة، وشكرا على المحادثات اللي كانت صريحة، كانت بناءة، وكانت كتشوف المستقبل أكثر من اللي كتشوف الماضي، كانت كتشوف الحلول أكثر من اللي كتشوف العراقيل، وهذا هو الأساس اليوم. شكرا.